والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في نشرة السادسة يصحبها فيها الزميل مصطفى ميزار. شكرا إلهام نمر وشكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة نتابع فيها. إلى تفاصيل هذه الجولة الاقتصادية في نشرة السادسة نبدأها مع المجلس التصديري للصناعات الطبية والذي كشف عن ارتفاع في صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل وكذلك المستلزمات الطبية بنسبة وصلت إلى 45% لتسجل 883 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي 2022 مقابل 610 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام 2021. هذا وقد أوضح المجلس التصديري للصادرات أن مستحضرات التجميل سجلت 558 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من 2022، بينما بلغت صادرات الأدوية 226 مليون دولار. سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجاري، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية HX30 عند 9.62%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة HX70 بنسبة 4.25%، وسجل مؤشر HX100 الأوسع نطاقاً سجل صعوداً بنحو 5.38%. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط في آخر تداولاتها وسط تراجع للدولار وتقارير الوظائف الأمريكية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام الجاري على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي. هذا وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 2% لتبلغ 78 دولار و57 سنتا للبرميل. هذا وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليسجل 73 دولار و77 سنتا للبرميل. هذا وقد صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31% لتصل إلى 3.1 دولار للتر، وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتسجل 3.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر مع تراجع للدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وقد ارتفعت الاحتياطيات للصين وهي الأكبر في العالم بنحو 11 مليار دولار إلى 3 تريليونات و128 مليار دولار في الشهر الماضي، كما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب لتصل إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر لتصل أو من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع إلهام نمر ومع فاطمة خليل. شكرا مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية المميزة.